لن يمر على حلقك أعذب من مياه هذا المنبع المائي المسمى بعين البير هنا ببلدية القلعة في ولاية غيليزان، حيث أصبح مقصد العديد من الزوار والسياح من مختلف ولايات الوطن. براني في الحق نجي لهنا، قالوا لي عين شابة وعيت هنا، راني نجي لهنا نعمر منها وعجبتني خفيف ما شاء الله. كاين هنا كاين عين سيدي حمزة غازر على هذه شوية فاهم، ونجي لهنا قالوا لي مليح هذه العين فيها البركة وكاع، رانا نجي نعمر منها. أنا سما تقيسني طريق خدام توجور، تقيسني طريق نعمر الماء ونزيد نكمل طريق. هذه هي ما شاء الله، اللي يشربها شكرها ما نكذبش إذن يقول الحق. يعني تاع الصحة وتاع الشفاء وتاع الزيارة، اللي شنو راه يجي من بعيد ويجي يزورها هنايا، يجي يزورها في جهة الله. حتى هؤلاء الشيوخ لم يتخلفوا عن زيارة تراب الآباء والأجداد، ولم تمنحهم المسافات الطويلة في حضرة الذكريات الجميلة. قلعة احنا قلعة جدودنا هنا وأرضنا هنا وفاميلتنا هنا، بسيما احنا خرجنا ودينا خرجوا بكري، انا كاين اللي في الولايتير كاين اللي في وهرن كاين اللي كل بلاد، ونجوا نزوروا هنا رجال الله الصالحين ونزوروا القلعة. هذا عين يقولها عين البير، كاين عين بو عموش، كاين عيون بزاف ما صالح هنا، ما حلو ما زين، ما فيه معدن زين للذات الكبدة الاخر، وبلاد هادية، بلاد فيها الخير من الثورة من الجدود من الجد الجد للآن، بلاد محترمة، بلاد فيها الخير. تتمتع مدينة القلعة السياحية والأثرية بعديد المنابع المائية العذبة التي تروي مياه والبراق كل عطشان، وتسحر مناظرها وهوائها النقي كل زائر والهان.